كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن إجمالي مبيعات محل الذهب واللؤلؤ والمجوهرات المشاركة في مهرجان ذهب المنامة تجاوزت 1.1 مليون دينار بحريني خلال أقل من شهر على افتتاحه. نعم، وقد أنفق المواطنون والمقيمون والزوار والسياح من مرتدي المهرجان هذا المبلغ على شراء الحلي والسبائك الذهبية والأحجار الثمينة من نحو 180 متجرا مشاركا في هذا المهرجان. وتوقعت هيئة السياحة أن تسجل الأيام القادمة من مهرجان ذهب المنامة والذي ينتهي في 20 أبريل الجاري مزيدا من الإقبال وعمليات الشراء، وذلك بسبب الفعاليات التي تنظمها الهيئة في مجمع باب البحرين المجاور مع مواصلة تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الدكتور ناصر قائدي أن وصول حجم المبيعات في مهرجان ذهب المنامة إلى 1 مليون دينار بحريني حتى الآن يعتبر مؤشرا دامغا على نجاح المهرجان.